أهلا بكم. التقى بالأمس الأحد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بقادة الجبهة الثورية الذين وصلوا إلى العاصمة الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة وأيضا احتفالات شعبية كبيرة بوصف هذه الخطوة خطوة تاريخية من أجل تحقيق اتفاق السلام الذي يعني يسمى باتفاق جوبا للسلام. رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس قال إنه سيعمل مع الحكومة المركزية من أجل تحمل أعباء المسؤولية الانتقالية لتحسين الوضع المعيشي في البلاد، ويعد ذلك طبعا خطوة كبيرة لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت في البلاد لعقود. كيف يمكن يعني تحليل هذه الخطوة والأمال المعهودة من اتفاق جوبا للسلام؟ موضوعنا في حلقة اليوم من المشهد الذي نبحثه مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة أسماء الحسيني مدير تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بك. نخرج سريعا مشاهدينا إلى هذا التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش. احتفال شعبي استضافته ساحة الحرية في العاصمة السودانية الخرطوم حضره عشرات الآلاف من المواطنين بمناسبة توقيع اتفاق السلام، وبالتزامن مع عودة قادة الحركات الموقعة على الاتفاق في 3 أكتوبر الماضي في جوبا في خطوة تمثل بداية تنفيذ الاتفاق. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد استقبل قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، وذلك بحضور عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي وعدد من أعضاء مجلس الوزراء ورئيس فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان المستشار توت كولواك. كما حضر اللقاء قادة الجبهة الثورية السودانية، وهي ائتلاف يضم حركات تمرد مسلحة وسياسية، وكانت أحد أطراف توقيع اتفاق السلام الذي أبرم برعاية جنوب السودان. وقد أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أنه بالإرادة القوية والعزيمة سيتخطى السودانيون كل تعقيدات بناء السلام على الأرض، مشيرا إلى أن وصول رفاق وشركاء التغيير من قيادات الحركات إلى أرض الوطن العزيز هو تدشين حقيقي لعملية بناء السلام. كما أوضح حمدوك أن هناك تحديات كثيرة تواجه السودان تتمثل في الوضع الاقتصادي إلى جانب جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن السلام يصب في مصلحة تخفيف معاناة الناس، وداعيا كل الأطراف إلى المحافظة على الوحدة والعمل سويا لتنفيذ أولويات الفترة الانتقالية. في السياق ذاته أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن وصول قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلام في جوبا إلى السودان يمثل خطوة كبيرة وداعمة لمسيرة السلام الشامل في البلاد. هذا ويأمل السودانيون أن تمثل هذه الزيارة وقبلها إبرام اتفاق السلام نهاية الحرب التي لطالما عانى منها سكان البلاد. وكان النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في عام 2003 قد أسفر عن نحو 300,000 قتيل ومليونين وخمسمائة ألف نازح ولاجئ وفقا لبيانات الأمم المتحدة. كذلك تجددت الحرب الأهلية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2011، وتضرر بسببها نحو 1,000,000 شخص بعد تاريخ طويل من القتال بين عامي 1983 و2005. مرة أخرى أستاذ أسماء، حتى نستطيع أن يعني نفهم أهمية اتفاق جوبا للسلام والمأمول منه، نرجع قليلا إلى الوراء لنتعرف على الحرب الأهلية. التقرير تحدث عن نبذة عنها أنها اندلعت في عام 2011، حدثينا عن جذور هذه الحرب في السودان. نعم، الحرب في السودان تعود إلى سنوات بعيدة، إلى ما قبل استقلال السودان نفسه. اللي استقل عام 56، في عام 1955 اندلعت أول حرب أهلية في السودان
وثم تجددت هذه الحرب تم التوصل إلى اتفاق بشأنها في عهد الرئيس نوميري اللي توصل لاتفاق سلام، لكن الحرب تجدد في 72، ثم تجددت الحرب مرة أخرى في عام 85، ومنذ ذلك الحين وكل هذه السنوات كان السودان بيخوض في حروب كثيرة سقطت فيها أعداد هائلة من البشر، سواء في جنوب السودان ثم بعد ذلك في دارفور اللي اندلع فيه القتال عام 2002، وفي شرق السودان وفي منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللي بالفعل تصاعدت مطالبهم وتكونت هذه الحركات بعد انفصال الجنوب، ثم تكونت الجبهة الثورية التي ضمت الحركات المسلحة من دارفور ومن كل المناطق الأخرى، وظلت حتى تم إسقاط نظام الرئيس المعزول الرئيس السابق عمر البشير في السودان، وكان الوصول هذه الحكومة الانتقالية إيذان ببدء صفحة جديدة مع الحركات المسلحة لطي صفحة الحروب، وظل التفاوض عام كامل برعاية دولة جنوب السودان حتى تم التوصل في 3 أكتوبر الماضي الشهر الماضي لهذا الاتفاق الذي من المؤمل أن يفتح صفحة جديدة في السودان. طيب يعني لماذا كل هذه السنوات وذكرتي حضرتك ايضا انه في خلال حكم البشير لم يكن هناك اي اتفاق لانهاء هذا الصراع، يعني ما الذي اختلف في الامور السياسيه الذي مكن الحكومه الانتقاليه من اتخاذ هذه الخطوه؟ نعم، كان هناك بعض الاتفاقات تم التوصل اليها في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن هذه الاتفاقات كانت اتفاقات جزئيه، بعضها كان البعض ينظر إليه على أنها اتفاقات وهمية لأنها مع اتفاقات مع جماعات غير ذات شأن، لم يكتب لهذه الاتفاقات أن تستمر لأنه كانوا يرون أن النظام السابق يتراجع وينقص على عقبيه ولا ينفذ هذه الاتفاقات مع الحركات بعد التوقيع عنها، وبالتالي استمر القتال واستمر نزيف الدم والذي كلف السودان ثمن غالي. يعني أنا حينما نظرت للاحتفالات أمس والجماهير الغفيرة التي خرجت لاستقباله أتذكر يعني كل القتل والدمار اللي كان في جنوب السودان سابقا الذي استقل وأصبح دولة انفصل وأصبح دولة مستقلة منذ عام 2011، كانت باقي مناطق السودان مهددة بأن تسير على نفس النهج وكان بيطالبوا بالانفصال في دارفور وفي جنوب كردفان وفي غيرها، وبالتالي كان وضع السودان وحدته وبقاؤه كوطن مستقل مهددة. بالطبع كان هناك التنوع في السودان، السودان بلد كبير فيه أديان متعددة، فيه أعراق متعددة مثل باقي الدول الأفريقية، فيه لغات وثقافات. لم يحسن التعامل مع هذا التعدد والتنوع اللي هو مصدر ثراء، لكن بعض الحكومات والحكومات السابقة في دول عديدة من الدول القارة الأفريقية تعتبره عبء عليها، وكان يكون هناك حروب بين الناس على منطق إثني وعرقي وقبلي، وأدى هذا في النهاية إلى إهدار الإمكانات والطاقات الكامنة في البلد الكبير في السودان، وبقاؤه فيه يرزح في أتون دائرة من الانقلابات العسكرية ثم حكم ديمقراطي قصير بين كل فترة وأخرى، وكل هذا ضيع طبعا سنوات طويلة على الشعب السوداني وعلى أبنائه. طيب الاتفاق السلام الذي سمي اتفاق جوبا للسلام، ما هي أهم النقاط فيه والتي يعني تعتبر نقاط وسط بين متطلبات كل الأطراف وتضمن استتباب السلام فعلا في السودان؟ نعم، هذا الاتفاق حاول أن يشرك، طبعا هناك اتفاق على أن يكون هناك سنوات حكم انتقالية، هي حددت ب 39 شهر تبدأ من يوم توقيع الاتفاق في 3 أكتوبر، وضعوا جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق. كان هناك اتفاق على أن تشترك الأطراف كلها وخصوصا الأطراف التي كانت تحمل السلاح ضد الدولة أن تشارك في السلطة وأن تشارك في حكم البلد وفي الأقاليم، وتم منح الجبهة الثورية مقاعد 3 مقاعد في مجلس السيادة.
تم منحها الاتفاق على منحها 5 مقاعد في مجلس الوزراء، 75 مقعد في المجلس التشريعي الذي من المقرر انه يتم تأسيسه في الفترة القادمة، وان يكون لها تمييز ايجابي لاقل هذه الاقاليم التي تعاني، عانت من سنوات النزوح واللجوء والتشرد لسكانها. يعني انا زرت دارفور مرات عديده، وجنوب كردفان وشرق السودان، وكل هذه الاقاليم فعلا عانت كثيرا. وابناء يعني يكفي انك تزوري مخيمات النازحين وتري السنوات من 2002 وحتى الان 18 سنه، يعني هناك اجيال كثيره نشات وشبت وربما ولدت في هذه المعسكرات، وضاع مستقبلها التعليمي وضاعت الحياه الكريمه الامنه بالنسبه لها. يعني هناك حاجه لتعويض هذه الاقاليم بتمييز ايجابي، وهناك حاجه للنهوض بالسودان كله. وهذا الاتفاق تعهد اطرافه انهم يعملوا معا من اجل العبور بالسودان الى بر الامان، ويجب ان يكون هذا الاتفاق واقع، حتى لان الشعب السوداني كله الان في هذه الأقاليم وفي كل أنحاء السودان حتى في الخرطوم نفسها ينتظرون تنفيذ الاتفاق. طيب، الوصول قادة الجبهة الثورية إلى الخرطوم، استقبالهم استقبال رسمي والتعامل معهم سياسيا، هل هذا يضمن أنه على الأقل لن تكون هناك صراعات مسلحة؟ يضمن ذلك نجاح اتفاق جوبا للسلام؟ نعم، يعني بالطبع توقيع اتفاق السلام في جوبا هو أمر مهم، لكن والاستقبال الحاشد الجماهيري الكبير الذي يعبر عن أشواق الشعب السوداني كله للسلام ورغبته في السلام ورغبته الأكيدة في إنهاء صفحة الحروب إلى الأبد هو أمر مهم للغاية. لكن الأهم من توقيع السلام هو تنفيذ هذا الاتفاق وإنزال بنوده إلى أرض الواقع. بالطبع هناك حركات ما زالت لم توقع، وأهمها حركتين: الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. الجيد أنه بدأ السلام مع حركة القائد الحلو، وأنه القائد عبد الواحد محمد نور عاد من فرنسا إلى أوغندا، ويتحدث الآن عن أنه سينضم، والوساطة الجنوبية قالت أنه سينضم إلى مسار السلام قريبا، وهذه أمور مبشرة. لكن المهم الآن هو أن يعمل الجميع معا، وأن يفي الجميع بتعهداتهم أنه يعملوا معا، حتى يعني لأن المصداقية مهمة بالنسبة للشعب السوداني وبالنسبة أيضا للعالم. العالم تعامله مع السودان في هذه المرحلة سيتوقف على مدى جدية هؤلاء الشركاء الذين أتوا من اتجاهات ومشارب مختلفة، كانوا يحاربون بعضهم بعض وبعضهم رفاق سابقين، والآن الجميع أنه يعني يجب أن هو يضعوا أيديهم في أيدي بعض ويبدأوا بتنفيذ هذا الاتفاق. اللي أهم عقبة بالنسبة له هو عقبة التمويل. في الشهور والسنوات القليلة الماضية تم عقد مؤتمر للشركاء السودان في ألمانيا في برلين، مؤتمر أصدقاء السودان في السعودية، الآن هناك حاجة لمؤتمر آخر، وليس هذا المؤتمر لوحده، وإنما السودان الآن يحتاج إلى كل دعم أشقائه العرب وفي أفريقيا وفي العالم، لأنه هذا السلام يحتاج إلى تمويل، يحتاج إلى دعم، لأنه شمال السودان يمر بمرحلة انتقالية وجنوب السودان يمر بمرحلة انتقالية. فيعني هل هذا يضع يعني السودان برمته شماله وجنوبه في مرحلة يعني خطر، مرحلة من عدم الاستقرار، مرحلة شائكة لابد أن يتم التعويل على أنها تعبر بسلام؟ نعم، هي بالفعل كما ذكرتي مرحلة خطرة، مرحلة شائكة، وإن لم يضع الجميع كل جهودهم وكل إمكانياتهم من أجل إنجاح هذه المرحلة سيغرق الجميع ويغرق السودان. وحدته الآن على المحك، استقراره على المحك، ووحدة أبنائه فقط هي التي يمكن أن تعبر به، والتي يمكن أن ترسل رسائل إيجابية للعالم وللإقليم وللأشقاء والقريب والبعيد أنهم يتجهون إلى تنفيذ اتفاق السلام. حضرتك ذكرتي جنوب السودان، أولا يعني جنوب السودان يجب أن نحييه من هنا تحية خاصة،
لأنه هو الذي استضاف هذه المفاوضات السلام السودانية، استضافها لمدة عام كامل، بذل مجهود كبير وكان مؤهل لأنه يلعب هذا الدور، لأنه هو جزء كان جزءا من السودان الكبير الموحد اللي ضمه مع أشقائه. كانت مشاعرهم إيجابية، وأنا كنت في زيارة لجوبا يوم توقيع اتفاق السلام السوداني يوم 3 أكتوبر. شعب الجنوب وقادته لديهم مشاعر إيجابية للغاية تجاه أشقائهم في السودان، ولديهم في البلدين إيمان عميق، وهذه حقيقة أن السلام في البلدين مرتبط ببعضه البعض. صحيح. والآن المجتمع الدولي يجب أن يبادر فعلا لدعم السلام في الدولتين. طيب نذهب الآن إلى ضيفنا عبر الهاتف، سيادة السفير دكتور صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سيادة السفير. مساء النور، اهلا بحضرتك استاذه المشاهدين. اهلا بحضرتك سياده السفير. يعني كما تحدثت استاذه اسماء في كلماتها الاخيره الان عن انه لابد للمجتمع الدولي وللدول العربيه ان تساند ما يحدث في السودان الان لكي يعني تعبر هذه المرحله الانتقاليه، ما هو المطلوب من دعم ومسانده الان لانجاح اتفاق جوبا للسلام؟ هو طبعا في ضمان من جانب الدول الإقليمية والدولية التي شاركت في هذه المباحثات التوصل لاتفاق السلام بضمان تنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع، سواء كان فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية بإدماج القوات المتمردة أو عناصرها في القوات المسلحة أو المجتمع المدني، أو سواء فيما يتعلق بتشكيل قوات الأمن المشتركة ب30,000 جندي من جانب مناصفة بين الجانبين. هذا الأمر يحتاج إلى دعم، طبعا دعم مادي ودعم معنوي ودعم سياسي. طبعا هناك دعم آخر يتعلق بالجانب الاقتصادي، قد تقرر ما يقرب من حوالي 7.5 مليار دولار لتنفيذ الجانب الاجتماعي الذي يشمله الاتفاق. كما نعلم هناك جانب أمني، جانب سياسي، جانب اقتصادي واجتماعي. الجانب الاجتماعي يتعلق باللاجئين والنازحين والأرض والمزارعين، وأيضا ما يتعلق بجبر الضرر والمساواة. كل هذه الأمور تحتاج إلى دعم بجانب عملية التنمية. إذن الدعم المطلوب، هناك دعم أيضا مادي من جانب المجتمع الدولي وخاصة من دول الجوار، سواء كانت مصر أو كانت دول أخرى مجاورة، وأيضا من جانب المؤسسات المالية والدولية وخاصة العربية منها. طيب. أعتقد أن هذا الدعم المادي والمعنوي في الجانب السياسي له أهمية قصوى. صحيح. ما هو أنا كنت أريد أن أسأل سيادة السفير عن الجانب السياسي، يعني خطة الطريق والمدى الزمني بمراحله المختلفة الموضوعة لتطور العملية السياسية من خلال اتفاق جوبا. هو حضرتك إحنا طبعا يعني الكلمة اللي قالها رئيس الوزراء حمدوك عندما قال أن مصر، أن السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين، كما نقال بين مصر والسودان شعب واحد أيضا في دولتين. أعتقد الجانب السياسي كما ورد في الاتفاق بيتحدث عن أمور عديدة، لعل من أبرزها هو من ناحية توزيع السلطة فيما يتعلق بتقاسم السلطة والمشاركة في السلطة وتوزيع المناصب، سواء المجلس السيادي ثم في الحكومة ثم في البرلمان. ثم أيضا هناك الجانب الخاص بالمباحثات مع الأطراف التي لم تشارك، وهي حركتي عبد العزيز الحلو وأيضا حركة عبد الواحد نون، وهناك اتصالات جارية، وهناك أمل بالنسبة لعبد العزيز الحلو أن ينضم قريبا، وإن كان مطلبه يعني في نقطتين أساسيتين بيتكلم عن تقرير المصير وعلمانية الدولة، وهذه الأمور محل تفاوض. ده في الجانب السياسي. نعم. الجانب السياسي أيضا كما ذكرت أنه لابد أن يكون هناك دعم لتنفيذ هذه الاتفاقية على أرض الواقع، ومساند الطرفي المعادلة السودانية في أن يتفق باستمرار على كافة الخطوات في إطار الجدول الزمني المقدر 39 شهر. نعم.
بشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيادة السفير دكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. عن الجانب السياسي والمراحل الموضوعة له مع المدى الزمني، حضرتك ذكرتي أنه 36 شهر من يوم توقيع الاتفاق، 39 شهر، فحدثينا حضرتك عن المراحل السياسية الموضوعة في هذا الاتفاق. نعم بالطبع، هناك الآن يعني توجه لإشراك قادة الجبهة الثورية في المجالس، مجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي أيضا، ويجب أن هي تحدد الآن الجبهة الثورية، يكون هناك اتفاق بينها. وفي واقع الأمر هم أصبحوا جبهتين، لأن هناك يعني انقسام حدث بقيادة السيد مني أركو مناوي الذي أصبح جبهة ثورية أخرى. المهم أنهم يشكلان معا جبهة ثورية، ويجب أن يتفق جميع من في هاتين الجبهتين على ممثليهم في هذه المناصب القيادية. يجب أن يكون هناك أيضا في هذه الأولويات هناك مفوضيات كثيرة ستنشأ. هناك الآن الأمر ليس متعلق بالقيادات وحدها، وإنما متعلق بهذه الأقاليم والحاجة لتنميتها، وأيضا إعادة النازحين واللاجئين. هناك جداول زمنية موضوعة لكل هذه الأمور. هناك حديث عن تعويضات وعدالة انتقالية والأراضي والحواكير، وكل هذه الأمور هي أمور لها مساراتها ولها ترتيبات عديدة ظل المفاوضون يتفاوضون حولها عام كامل. وهناك جداول زمنية موضوعة، وهناك بالفعل دول ضامنة ودول شاهدة، وهناك من سيراقب تنفيذ هذه الاتفاقات. وأعتقد أن هناك مسؤولية الآن تقع على شركاء السلام الذين هم موجودين في الحكومة الانتقالية والعائدين إليها من قيادات الجبهة الثورية، من أجل ليس من أجل تنفيذ الاتفاق وحده، وإنما كما عبر السيد الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، وإنما إحداث انتقال في الحياة داخل السودان، حتى يشعر المواطن السوداني العادي أن هذا السلام انعكس على حياته. السودان الآن يواجه ضائقة اقتصادية كبيرة، ولديه مشاكل في الخبز، شح في الخبز والبنزين ومواد ضرورية عديدة. والسلام هذا يجب أن يحدث فارق في حياة المواطن السوداني، وأن يرسل أيضا رسائل تبعث على التهدئة، لأنه هناك العديد من المظاهرات في كل وقت تطالب بإصلاح الحياة وتطالب بتنفيذ أهداف الثورة السودانية التي خرج الناس من أجل إسقاط النظام السابق والمجيء بنظام يعبر عنهم ويحقق أيضا طموحاتهم. طيب، هل هذه الاختلافات ووجود جبهات مسلحة كانت من أهم عوائق تحقيق أهداف الثورة الرئيسية؟ يعني حضرتك قلتي أنه ما زالت هناك مشكلات اجتماعية وسياسية، كانت هذه المشكلات المسلحة واحدة من أهمها؟ نعم، يعني الثورة السودانية رفعت شعارها حرية وسلام وعدالة. السلام هدف رئيسي لها، وقادة الحكومة الانتقالية تعهدوا أن يحققوا هذا السلام في الشهور الأولى من بعد الثورة. وتحقيق السلام هو هدف رئيسي، لأن الحرب كانت تستهلك موارد السودان، ملايين ومليارات انفقت على مدى الحروب، كانت في الواقع هي الأموال التي يجب أن تذهب إلى التعليم والصحة والتنمية والطرق ومياه الشرب الصحية النقية، كانت على حساب الشعب السوداني، دفع فاتورة غالية للغاية، فاتورة باهظة من دماء أبنائه الذين سقطوا في هذا المعسكر أو ذاك. لكن في النهاية هذه الحرب كان يجب أن تنتهي، وهذا الاتفاق اتفاق كبير، ويجب أن يستكمل بالاتفاق مع باقي الحركات المسلحة، والأهم أن يستكمل بتنفيذه وتطبيق بنوده، وأنه يكون هناك عدالة، ونتصل يصل السلام لكل الأبناء، يعني أبناء الأقاليم وأبناء السودان كله. صحيح. كان في قوات دولية في دارفور وقوات دولية في مناطق عديدة من السودان، الآن نحتاج إلى حماية كل هؤلاء المواطنين بأبناء البلد نفسه وليس باستعانة بقوة دولية. طب فكرة علمانية الدولة التي تحدث عنها السفير صلاح حليمة، يعني
نعلم أنه وقت حكم الرئيس البشير كان هناك توغل كبير لجماعة الإخوان، هناك كما تحدثت أيضا هناك ديانات وإثنيات مختلفة. فكرة علمانية الدولة إمكانية تطبيقها، وكيف تضمن يعني سلام مجتمعي للسودانيين؟ نعم، يعني بالطبع المجتمع السوداني بالفعل هو مجتمع متعدد، الغالبية العظمى طبعا هي غالبية إسلامية، وفي جماعات يعني كانت حريصة، يعني لم تكن تطالب بإسقاط الشريعة اللي أعلن تطبيقها منذ عهد الرئيس لميري، لكن في عهد الرئيس السابق عمر البشير تم تطبيق أنظمة كان يرفضها المجتمع، حد الردة، النظام العام الذي يجلد أي فتاة لأنها ترتدي ملابس قد يراها ضابط هو أنه هي غير لائقة أو مناسبة، مع أنها ممكن تكون ملابس محترمة، لكن هو يطبقها على حسب مزاجه هو ومعاييره هو. وبالتالي تم إسقاط هذه قبل أشهر، أسقطتها هذه الحكومة. بالطبع هناك في السودان الآن ليست هناك قوانين على ما أعتقد هي فيها شيء يمس حرية الاعتقاد وحرية الدين، لكن حركة الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو تريد شرطا أساسيا للوصول إلى السلام إما علمانية الدولة تعلن صراحة، أو أن يكون هناك تقرير مصير كما حدث في الجنوب. البعض يرى أنه الآن ليس هناك قوانين إسلامية تطبق، وأنه حتى الاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مع الجبهة الثورية هو نص على مدنية الدولة. هناك بعض الجماعات في السودان ترفض النص على ذلك صراحة، كلمة علمانية الدولة، يعني هناك اعتراض على أنه أن توصف الدولة بالمدنية في الدستور، يطالبون بأن يكون الاسم دولة علمانية. نعم، الحركة الشعبية تريد ذلك، لكن القطاعات واسعة تقول أنه هناك الآن دولة مدنية، وأنه ليس هناك أي قيود تفرض على أي شخص، وأنه ذلك لا يجب أن يكون معرقل للوصول إلى سلام مع حركة السيد عبد العزيز الحلو، وأن الأمر بشأن علمانية الدولة يمكن أن يتم عبر استفتاء يستفتى فيه الشعب فيما بعد. الآن أعتقد أنه هذه الأمور يمكن أن تتم حلها عبر المفاوضات التي ستجري مع حركة عبد العزيز الحلو، وخصوصا الآن أنه ليس هناك ما يعرقل أو يعوق أو يقيد حرية الأفكار أو يقيم حواجز عازلة بين جماعات أو يستهدف فئات بعينهم في أي من القوانين المفروضة. طيب، اعطاء حكم ذاتي لمحافظات النيل الازرق وجنوب كردفان وغرب كردفان الجنوبيه، كيف يمكن الموازنه بين ان تشارك هذه الفصائل في الجيش والحكومه الانتقاليه وبين ان يكون لها حكما ذاتيا؟ نعم، بالطبع هذه الاقاليم كل الحركات لديها قوات مسلحه، هذه القوات المسلحه سيتم دمجها وتأهيلها وتكون جزء من الجيش السوداني، وده هيكون يعني إدارته ستجعل هناك جيش وطني قومي يضم كل الأطراف في كل أنحاء البلاد. الحكم الذاتي هو يستهدف أن يمنح هذه الأقاليم خصوصية للتعبير عن نفسها في إدارة مواردها، وتخصيص جزء من هذه الموارد لمدة 10 سنوات لتأهيل هذه المناطق، ولن يتعارض مع أن يكون هناك وحدة في البلد، وأن يكون هناك عمل من أجل إزالة كل الرواسب التي الماضية، الرواسب والمظالم لدى هؤلاء السكان، وإعادة دمجهم في وطن واحد يسع الجميع، وأن يكون هذا هو شعار المرحلة، هو المهمة الشاقة، المهمة الأهم بالنسبة للمرحلة الانتقالية، وطن يسع الجميع ويستطيع أن يتحرك فيه الجميع بمفهوم المواطنة بلا تمييز وبلا أن يكون هناك محاصصات لجهات على حساب جهات أخرى، وأن يكون المواطنة هي المعيار دون تفرقة. لكن حتى يحدث ذلك وفي الفترة الانتقالية، فكرة توزيع السلطة أو الانخراط في السلطة كيف تم تنظيمها وتحديدها في اتفاق جوبا للسلام؟ نعم، هو تم منح نسب لهذه الأقاليم في المركز،
وتم منح لهم أيضا نسب في الهيئات المختلفة داخل كل إقليم من أجل أن ينخرطوا في مشاركة أكبر، وأيضا تم تخصيص أيضا إعطائهم مزايا إيجابية في أيضا التعليم، أن يمنح أبناء مثلا إقليم دارفور الذي عانى من هذه الحرب أن تكون له نسبة في الجامعات لفترة محددة تمييز إيجابي حتى يضمن لهم المشاركة ويعوضهم عن هذه السنوات التي غابوا فيها عن كثير من مناحي الحياة. طبعا هناك من يتخوف من هذه الامتيازات وكأنها على حساب آخرين، لكن المعيار سيكون في مدى التزام الجميع بالمشاركة الإيجابية وفي التعاون وفي العمل معا من أجل إقامة دولة المواطنة ومن أجل التمهيد لتحول ديمقراطي حقيقي يحدث بعد هذه الفترة الانتقالية. طيب حضرتك كمتخصصة يعني في الشأن الأفريقي وطبعا على اطلاع كبير بالشأن السوداني بشكل شخصي، ما الذي يجعلك تتخوفي من هذا الاتفاق، أو ما الذي يهدده ويهدد أن يصل إلى تحقيق أهدافه؟ ما يهدده هو ما يهدد هذه الفترة الانتقالية نفسها. السودان وصل إلى الحكم كان هناك حاضنة تسمى قوى الحرية والتغيير اللي هي يعني القوى التي شاركت في إسقاط النظام السابق. هناك من يطالب الآن بتوسيع قاعدة هذه قوى الحرية والتغيير، وأن يكون هناك مؤتمر هناك إعداد أو يعني نية لكي يكون هناك مؤتمر لتجديد دماء هذه القاعدة وقيادتها، وأن تكون مشاركة بشكل فاعل لدعم الحكومة. ما يهددها هو الخلافات الشخصية، هي المصالح التي يمكن أن يبحث كل طرف عنها بمعزل عن المصلحة العليا للوطن. ما يهددها هو أنه يرسل الأطراف السلام هؤلاء القادمين والقائمين الآن رسائل سلبية إلى المجتمع الدولي بأنهم في خلاف أو شقاق، فلا يستطيعوا أن يحصلوا على دعم أصدقائهم وإخوانهم وأشقائهم والعالم أيضا. هناك مصاعب كبيرة، لكن بنوايا الصادقة وبالإرادة الجادة وبأن يفي كل هؤلاء الأطراف، يفوا بتعهداتهم للشعب السوداني بأن يكونوا على قلب رجل واحد من أجل تنفيذ الاتفاق، هذا هو السبيل للعبور، لأن السودان فعلا بيواجه مرحلة صعبة. طيب السلاح يعني هل هو شيء يهدد أيضا هذا الاتفاق برأيك؟ لأن هذه الحركات حركات مسلحة بالأساس، هل هناك ما ينظم فكرة التعامل مع هذا السلاح لدى الجماعات؟ نعم طبعا هناك اتفاق على أن يكون هناك دمج وتأهيل وتدريب لهذه القوات لكي تكون جزء من الجيش الوطني السوداني، وأعتقد أنه هذا الأمر سيكون أمر جيد، وأن عندما يتم بحذافيره كما تم الاتفاق، وهناك تجارب عديدة حدثت في المنطقة والعالم بهذا الشأن، وأعتقد أنه مصر لديها ما تقدمه في هذا الشأن ودول إفريقية أخرى أن يقدموا مساعدات للسودان، لأن المساعدات هي مساعدات بالطبع مالية، هي مساعدات سياسية، لأن هناك الآن أيضا ننتظر من الإدارة الجديدة أن هي تواصل العمل من أجل رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لكي يستطيع السودان أن ينخرط بقوة في المجتمع الدولي ويحصل على كل المزايا التي تؤهله للعودة الكاملة وممارسة كل حقوقه ورفع ديونه والحصول على يعني الاستثمارات وجذبها. السودان دولة ليست فقيرة، هي دولة غنية، لكن هي الآن في مرحلة صعبة، مرحلة العبور نحو النهوض ونحو إن شاء الله الاستقرار، وفي هذه المرحلة يحتاج إلى مساعدة أشقائه حتى يعبر ويكون هو عون لأشقائه كما كان في فترات سابقة. صحيح صحيح. بعد اللقاء الذي تم بالأمس يعني لقادة اتفاق جوبا للسلام، ما هي الخطوات؟ يعني هل هذا هو إعلان عن بدء تنفيذ الخطوات أم هناك يعني خطوات تالية؟ نعم بالطبع كان هناك ترحيب، استقبل رئيس المجلس السيادي الفريق الأول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، استقبلوا قادة السلام ووصفوهم بأنهم شركاء السلام وأنهم
يعني شركاء في هذه المرحلة، وكانوا سعيدين في تصريحاتهم بالسلام، وتعهدوا أنهم سيمضوا جميعا تعهدات متبادلة من الطرفين أن يمضوا قدما من أجل تطبيق اتفاق السلام. أعتبر أن هذه بداية مبشرة، لكن بالطبع يلزمها العمل، والعمل بطريقة جادة وبطريقة سريعة لإشعار الشعب السوداني أنه في تغيير، ولجذب تعاطف العالم، والمضي قدما في تنفيذ هذا الاتفاق. بالطبع يحتاج إلى إرادة قوية، بيحتاج صحيح. إلى أن هم يبعدوا الخلافات، وإحنا يجب أن ندرك التعقيدات. كان هناك شق عسكري وشق مدني في الحكومة السودانية، واستطاعوا أن هم يكونوا شراكة. الآن هناك في تعقيدات، حزب الأمة أوقف عمله في قوى الحرية وتغيير، الحزب الشيوعي انسحب، هناك تحالفات جديدة الآن يبدو أن هي تتشكل، ونرجو ألا تكون هذه التحالفات أيضا هي لها انعكاس سلبي، وإنما تصب جميعا في العمل في النهاية من أجل صالح السودان، وليس التناحر بأي شكل من الأشكال. طيب، يعني هو يجري التعامل مع الكثير من الدول الإفريقية من قبل الغرب على أنها ينبغي أن تظل دول تابعة، يتم الاستفادة من مقدراتها، وفي أحيان كثيرة أنه ليس مقدرا لها أن تكون دول متقدمة أو دول قوية أو مستقرة. هل ينظر إلى السودان هكذا؟ السودان للأسف هو وقع فريسة العديد من الأخطاء التي حدثت في السابق، وعانى كثيرا بسبب هذه العقوبات التي فرضت عليه بسبب سياسات النظام السابق الذي أدخله في متاهات وأصبح متهم بالإرهاب. والشعب السوداني بالطبع هو أبعد ما يكون عن هذا. هذا الشعب المتسامح، الشعب السمح، كان أبعد ما يكون عن أن يتهم بتهمة الإرهاب، لكن النظام السابق استقبل جماعات متهمة بالإرهاب وتم توريطه في العديد من القضايا، والسودان دفع من قوت أبنائه هذه الأموال التي دفعت كتعويضات، ودفع على مدى السنوات الماضية من عهد النظام السابق وحتى الآن ثمن فادح. هذه العقوبات اللي فرضت عليه منعته من الحصول على التكنولوجيا الحديثة، منعته من التواصل مع مؤسسات المجتمع الدولي. الآن أعتقد أن السودان يعود للمجتمع الدولي، وأنه سيكتسب القدرة على جذب الاستثمارات وجذب شراكات مع العديد من الجهات في العالم العربي، في أفريقيا، في المجتمع الدولي، وكل ذلك يمكن أن يجلب له منافع كبيرة، لكن بشرط حسن إدارة المرحلة الانتقالية وألا تقع ضحية لأي خلافات يمكن أن تنشب بين أي طرف من الأطراف. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذة أسماء الحسيني، مدير تحرير الأهرام، على وجودك معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا. جزيلا. ونشكر أيضا مشاهدينا على متابعتنا في حلقة اليوم من المشهد. إلى اللقاء.